الأحد الأول من الخمسين المقدسة من تأملات الأباء، أحد توما، ويسمى أحد توما لأن السيد المسيح ظهر فيه للتلاميذ ومعهم توما في اليوم الثامن من قيامته، والاحتفال به هو تنفيذاً للدسقولية التي ورد فيها: وبعد ثمانية أيام فليكن لكم عيد، لأن في هذا اليوم الثامن أرضاني الرب أنا توما، إذ لم أؤمن بقيامته وأراني أثار المسامير وأثر الحربة في جنبه. الإنجيل من معلمنا يوحنا، يوحنا 20 من 19 ل 31. أولاً ظهوره للتلاميذ من غير توما، ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسك. يوحنا 20 من 19 إلى 23. في موضع السلام الذي أهداه السيد المسيح إلى تلاميذه عندما قال لهم سلام لكم، قال القديس أغسطينوس: السلام هو رزانة العقل، هدوء النفس، بساطة القلب، رباط الحب، رفيق المحبة. السلام علامة القداسة. المسيح يترك معنا سلاما لكي نحب بعضنا بعضا. المسيح يترك لنا سلامه ونحن في هذا العالم، وسيهبنا سلامه الخاص به في العالم العتيد. السلام يعرف الإنسان كيف يعلو على ذاته ولا ينتفخ. المسيح فيه ومنه ننال السلام. وفي نفس الموضوع قال القديس أغرغوريوس أسقف نزينزا في أول لقاء للسيد القائم من الأموات بتلاميذ المجتمعين ممثل الكنيسة، قدم لهم سلام الفائق، لا كعطية خارجية وإنما هبة تمس الأعماق في الداخل، إذ قال لهم سلام لكم، لقد حقق لهم ما وعدهم به في ليلة آلام قائلا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يوحنا 14:27. وقال أيضا: لنكرم عطية السلام التي تركها لنا المسيح عند رحيله. فالسلام على وجه الخصوص يخص الله الذي يوحد كل الأشياء معا في واحد. قال القديس يوحنا ذهبي الفم إنه يقدم ثمار الصليب أولا وهو السلام، والقديس أغسطينوس يقول: هذا هو السلام الحقيقي وتحية الخلاص، إذ تأخذ التحية اسمها من الخلاص. وعن موضوع أراهم رجليه ويديه قال القديس أغسطينوس إن السيد المسيح ترك أثار جراحاته بعد القيامة ليشفي بها جراحات التلاميذ، إذ لم يصدقوا قيامته عندما أظهر لهم ذاته وظنوه خيالا، فأظهر لهم يديه وجنبه وكأنه يقول لهم: مع إن جراحاته شفيت فإن أثارها قد بقيت. إذ حكم هو بأن هذا نافع للتلاميذ أن سيتبقى أثار جراحاته لكي يشفي بها جروح أرواحهم، جراحات عدم إيمانهم، فقد ظهر أمام عيونهم وأظهر لهم جسده الحقيقي، ومع هذا ظنوه روحا. وأما القديس أغرغوريوس الكبير فيقدم أربعة مبررات لهذه الجراحات: أولاً لكي يبني تلاميذه في الإيمان بقيامته، ثانياً تبقى هذه الجراحات لتعلن شفاعته الكفارية عنا لدى الآب، ثالثاً لكي يتذكر التلاميذ حبه لهم ورحمته تجاههم، رابعاً تبقى لإدانة الأشرار في يوم الرب العظيم. وقال القديس أمبروسيوس: ظن التلاميذ في اضطرابهم إنهم يروا روحا، لهذا فلكي يظهر لهم الرب حقيقة القيامة قال لهم: جسوني وانظروا، فإن الروح ليس لها لحم ولا عظام كما ترون لي. رقم 3: ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له، ومن أمسكتم خطايا أمسكت. يوحنا 20:22-23. قال القديس يوحنا ذهبي الفم: كما أن القائد لا يسمح لجنوده أن يواجهوا أعداء كثيرين ما لم يتسلحوا أولا، هكذا لم يسمح الرب لتلاميذه أن ينزلوا للخدمة ما لم يحل الروح أولا.
عن الروح القدس قال القديس أغسطينوس: الروح القدس هو روح الله الآب وروح الإبن، أي من عمله الشركة بين الأقانيم. الروح القدس ليس روح الآب وحده ولا روح الإبن وحده، بل روح الآب والإبن. الروح القدس من عمله شركتنا مع الله، إذ به تنسكب محبة الله فينا. الروح القدس يسكن في الأطفال الذين نالوا المعمودية وإن كانوا لم يعرفوها. إن التجديف على الروح القدس هو الإصرار على عدم التوبة. إن مغفرة الخطايا لا تعطى إلا بالروح القدس ولا توهب إلا داخل الكنيسة التي لها الروح القدس. ليتنا نصنع كل ما في وسعنا لكي يكون الروح القدس معنا أي نتركه يعمل فينا. وعن الاعتراف بالخطية والغفران قال القديس أنبأ أنطونيوس الكبير مؤسس الرهبنة: أن تذكرنا خطايانا يمحوها الله لنا، وإن نسيناها يذكرها لنا. لقد رأى الرب إنه من الموافق أن الذين وهبوا مرة روحه وهو الرب الإله ينبغي أن يحوزوا قوة مغفرة أو مسك الخطايا، فكيفما صنعوا يكون الروح القدس الساكن فيهم هو الذي يغفر أو يمسك هذه الخطايا حسب مشيئته، على أن العمل الذي يعمل يكون بواسطة الإنسان. وحسب ما أرى يكون الذين نالوا روح الله يغفرون أو يمسكون الخطايا على مستويين: المستوى الأول فهم يدعون إلى المعمودية الذين هم أهل لها لهذا السر من واقع نقاوة حياتهم واختبار مدى تمسكهم بالإيمان، كذلك فإنهم يؤخرون ويستثنون الذين لم يبلغوا بعد إلى استحقاق هذه النعمة الإلهية. المستوى الثاني وفيه معنى آخر يغفرون ويمسكون الخطايا بأن يعزلوا أبناء الكنيسة كما يمنحون العفو للذين تابوا تماما، كما قطع بولس ذلك الذي اقترف الزنا في كورنثوس لهلاك الجسد حتى تخلص النفس في كورنثوس الأولى 5:5، ثم عاد وقبلوا في الشركة حتى لا يبتلع من فرط الحزن في كورنثوس الثانية 2:7. رقم 4 أما توما واحد من الاثنى عشر الذين يقال لهم التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر من أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. يوحنا 20:24-25. قال القديس إغرغوريوس الناطق بالإلهيات: وإن كنت كتومة لم تكن بين التلاميذ حينما ظهر المسيح لهم، فتأكد أن المسيح سيعود ويظهر لك بنوع خاص. هلما إلمس جراحه ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، صدق كل ما كلموك عنه، وإذا لم تصدق فثق في الأيدي المسقوبة بالمسامير وأسجد له وأعبده. ثانيا ظهوره للتلاميذ ومعهم توما، وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. يوحنا 20:26. في هذا يقول القديس كيرلس الكبير: إذن هو لسبب صالح لنا عادة أن يكون لنا اجتماعات مقدسة في الكنائس في اليوم الثامن لحد، ويستحب أن نستعير لغة التشبيه في الإنجيل، وكما يستلزمه الحاجة فنقول: نحن نقفل الأبواب، ولكن بالرغم من ذلك سيأتي المسيح ويظهر لنا جميعا منظورا وغير منظور في آن واحد، غير منظور بصفة الإلهية ومنظور بالجسد في سر الإفخارستية، ويجيز لنا أن نلمس جسده المقدس ويعطيه لنا أيضا لأننا بنعمة الله ونحن نؤهل أن نشترك في الإفخارستية المقدسة. نستقبل المسيح في أيدينا بغرض أن نؤمن يقينا أنه حقا أقام هيكل جسده. أهم نقطة في هذا الجزء هي موضوع الإيمان، لذلك أحب أن نعيش معا فيما قال القديس أغسطينوس عن الإيمان: الإيمان نعمة من الله تعطى مجانا وليس أجرا على عمل. الإيمان يدرك ما لا يدركه العقل البشري. الإيمان الذي ينقي قلب هو الذي يعمل في محبة. الإيمان يفيد صلاة، والصلاة المفاضة تقوي الإيمان. إيمانك هبة من الله وليس حق لك. إن غاية الإيمان أن تؤمن، وغاية المحبة أن تعمل. إن لم يستقيم إيمانك فلست برا، لأن البر بالإيمان يحيى. إن الأعمال هي ثمر الإيمان وليس الإيمان ثمر الأعمال. بقدر ما يضعف فينا الإيمان تقوى علينا التجربة. ليكن لكم الإيمان مع المحبة، لأنه مستحيل أن يكون لكم محبة بدون إيمان. سوف يأتي زمن أرى فيه ما كنت أؤمن به ولا أرى، سأرى في الأبدية ما أؤمن به هنا وما أرجوه هنا
سوف أحصل عليه هناك. عظيم هو الإيمان، إنما لا فائدة منه إن خلا من المحبة. على الإيمان أن يسبق الإدراك، ليكون الإدراك جزءا من الإيمان. إننا نستطيع أن نلمس ذاك الجالس في السماء بإيماننا وليس بأيدينا. لقد جاء في الإنجيل العبارة التالية: الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله، يوحنا 3:36. فالآب يغضب عندما يستهان بالابن الوحيد، فإن الملك يحزن لمجرد إهانة أحد جنوده. أما إن احتقر أحد ابنه الوحيد، فمن يقدر أن يطفئ غضب الآب من أجل ابنه الوحيد؟ فإن رغب أحد في إظهار ورعه لله فليعبد الابن، عندئذ يتقبل الله خدمته. لقد نادى الآب بصوت عالي قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، متى 3:17. لقد سر الآب به، فإن لم تكن أنت موضع سروره في الابن لا تكون لك حياة. وبنعمة المسيح نكون انتهينا من أحد توما، لحد الأول من 50 المقدسة. بركة الأيام المقدسة تكون معنا ومعكم. أمين.